أو شعار أو هدف، بل هو نهج يتوق إليه جميع السوريون، فكان لابد من خطوات للمشاركة بترسيخ هذا النهج، وهذا ما حرصت على فعله الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بحمص عبر إقامة فعالية نحن السلام في يوم السلام العالمي، والتي جمعت أطفال مركز الحصن المجتمعي مع أطفال وادي النضارة بأنشطة وفقرات غنائية جميلة. وكان هذا اللقاء هو الأول الذي جمع بين أهالي وأطفال المنطقتين بعد سنوات من الحرب. لتكون رسالة سلام حقيقية واقعية، يمكن لأول مرة بهاي الفترة اللي بعد الأحداث اللي صارت بكل سوريا وبين الوادي والحصن وكل المنطقة، بنقدر نجمع نسيجين من مجتمعنا، ما راحوا المجتمعين، من مجتمعنا السوري اللي كان عنوان للتآخي وللعيش المشترك. نقدر نجمع هذا النسيج في فعالية واحدة، نوصل من خلال رسالة سلام أن سوريا ما زالت هي رمز السلام وشعار السلام. احنا هون عم نجمع اهالي الحصن مع اهالي الوادي، مثل ما نحن تعودنا من نحن وصغار على هي الاشياء، اهالينا بهذا الموضوع، نحن ما في فرق بيناتنا ابدا سواء كنا مسلمين او مسيحيين، وان شاء الله يكون لنا دور كبير بنشر السلام اليوم. وعلى مسرح دير القديس بطرس بمرمريتا قدم أطفال الحصن فقرات غنائية وشعرية، وحملوا أغصان الزيتون التي تعبر عن التوقيع للسلام، وكذلك مسرحية مشتركة مع أطفال الوادي. كما قدمت فرقة الوادي للبالي والرقص التعبيري لوحة فنية راقصة وهادفة تحدثت عن الأمان التي كانت تنعم به سوريا قبل أن يدخل الإرهاب وينشر القتلى والتدمير. عم يحكوا قصة الحرب اللي صارت بسوريا، وشو أثر الطفولة، شو دوره وكيف تأثرت، وشو الطفولة لأنه هني جيل المستقبل، بقى شو لازم يعملوا مع أنه هني مستقبل سوريا. أنه مجتمعين أطفال الحصن مع أطفال الوادي، يعني هذه بتكون ميزة كتير مليحة للمنطقة كلياتها. يعني إن شاء الله يا رب يعم السلام، ودائما ننشر الفرح ونحارب الإرهاب بهيك شيء، يعني كل واحد بيحارب من موقعه. فعالية كتير حلوة كتير عن جد، ونحن مبسوطين والحمد لله أنا رجعت تتقابل أولاد الوادي مع أولاد الحصن بدو جديد، والله يديم المحبة بين بعضهم. جمعة كلها من كل الوادي، من كل القرى، من الحصن، من الحواش، من عناز، من المشتاي، كلهم الحمد لله اجوا، وليك فعالية حلوة كتير. تعليم الأطفال قيم التسامح والاحترام المتبادل وزرع السلام والمحبة في نفوسهم بعد سنوات من الحرب الإرهابية على سوريا هي التي ستساعدهم على إخراجهم من أزمتهم ومواجهة الأخطار بالعلم والحب والفن. من مسرح دير القديس بطرس بمرمريتا، شيرين العلي، الإخبارية السورية.